تيم كلوزر، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم المفضل وقناتكم المفضله وان تي في. نبداو عدد اليوم باهم الاخبار الفنيه الجزائريه في هذا التقرير. مستقبلنا مرهون بالمدرسه الجزائريه، مستقبل الوطن مرهون بالمدرسه الجزائريه. استيقظ الوسط الاعلامي على صدمه وفاه الصحفي القدير محمد سلطاني اثر ازمه قلبيه حاده. حياة كان آخر يوم فيها مرافعة من أجل المدرسة الجزائرية، قام إعلامية عابرة للقلوب بتواضع وشغف بالمهنة وبلغته البسيطة التي أدابت الحواجز الطبقية والنخبوية. اسمه الحقيقي حميد أبروش، من مواليد فبراير عام 1967. محمد سلطاني لا تختصره مسيرة 20 سنة في مهنة المتاعب، بل أخلاقه العالية وتواضعه الجميل ومحبة الناس له وقربه منهم كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. اشتغل في مؤسسات إعلامية كثيرة، جرائد، قنوات خاصة، ليستقر أخيرا في قناة البلاد اللي كانت آخر محطاته المهنية والإنسانية. أحبه الناس لأسلوبه الراقي وهدوئه المتزن، صفات لمسها الجمهور في برامج قدمها الراحل بمهنية مثل الحوار المفتوح، وجوه وحكايات، وفي قلب الحدث. محمد سلطاني رائد من رواد الصحافة للكل البعيدة عن لغة النخبة التي يجيدها، إجادته للمواضيع الجادة اللي يتطرق لها. محمد سلطاني غادرنا، لكن رسالته ومبادئه المهنية لا تزال تسكن زوايا الانترنت في كل حوار، تصريح، تعقيب، تهذيب ونصيحة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. أخبارنا الفنية نبدأها بانتخاب الجزائر بالإجمالي عضوية لجنة التراث الثقافي اللامادي لعهدة 2024-2028، وهذا عن المجموعة العربية. هذا الانتخاب كان أثناء انعقاد الجمعية العامة العاشرة للدول الأعضاء في اتفاقية صون التراث الثقافي اللي أوقف في مقر اليونسكو بباريس في 11 جوان بحضور ممثلي 178 دولة. نكملوا أخبارنا بجولة في لي توندونس ميوزيكال لهذا الأسبوع للأغاني الجزائرية. نبدأها بالديو اللي أعلننا عليه مسبقاً ليجمع كادر جابوني وشابة جنات بعنوان تاع بكري. دخل في المركز العاشر في التوندونس الموسيقي بعدد مشاهدات فقط 600 ألف مشاهدة في ظرف 6 أيام. المغني القبائلي كدي مدخل التوندونس في المركز الـ11 بإعادة لأغنية قبائلية قديمة بعنوان أيا يايبي، 126 ألف مشاهدة في بضعة أيام. أغنية جميل بعنوان تحتمت علينا راهي في المركز 14 في التوندونس على اليوتيوب حاليا، بعد ما كانت متربعة في المراتب الأولى بعدد مشاهدات فاقت 4.8 مليون مشاهدة في 4 أسابيع. حلقتنا تنتهي بحوار خاص لقامة من قامات تلفزيون العربي شرير دراما بيير داغر، الممثل اللبناني القدير اللي عرفوه الجزائريين في مسلسل البواسل، يفتح قلبه ويتحدث بشفافية عن مشواره وعن زيارته للجزائر وتفاصيل يكشفها حصريا في ميكروفون إبراهيم صنهاجي. لا أنا سعيد جدا لأن أول مرة بجي على الجزائر وبعرف محبتهم لألي، لأني أنا كمان بحبهم صدقا. وصلنا البارحة بس كان سفر شوي متعب وعملنا جولة بس محبتكم يعني بتنسي التعب وبتنسي كل شيء. اليوم الحمد لله يعني بعد ليلة هيك نمنا فيها وشايفني منشط هلا، وأنا سعيد جدا إني جاي على بلد بحبه وبعرف إنه أنتم بتحبوني وبعرف إني عندي معجب فان يعني وبتقدروني، وأنا سعيد بهالمجي هيدي وبهالظرف إنه قدرت اجي، يعني مع انه الشغل كان شوي مضغوط. يعني انه احنا كنا نتكلموا في الكواليس انه كان عندك فيلم راه يسجل في السعوديه، لكن خليته لظروف حكينا انه توقف الفيلم. لماذا؟ هو لو ما توقف الفيلم انا ما كنت قدرت جيت. كنت عم برر، عم بقول لهم انا ناطر بين يوم والتاني يفترض سفر على السعوديه، كان في عمل تاريخي اسمه غاليا وبيحكي عن مرأة سعودية قاومت العثمانيين ولعبت دور رائع ورائد بالتاريخ السعودي وبتاريخ المرأة كمان، بس لظروف
مش معروفة بعد، العمل توقف. بقى بلغنا الرسميين هون إنه أنا حاضر بأي لحظة، يعني حتى لما بدعوا. سألتك عن الدور الأقرب لقلبك من الأعمال اللي درتها في مشوارك الفني. لك هو دائماً أنت بس تسأل الممثل عن هيك سؤال بيقول لك أنا الكل قراب، يعني لأن أنت تتقبل دور بدك تحبه، يعني أنت كممثل بس تأدي دور معين مش ممكن تأديه وأنت كرهانه. أوكي أكيد يعني كلهم بيعنوا لك، بس دائماً في أدوار فيها نسبة أعلى أو معينة أكثر من غيرها. ليه؟ في أدوار بتعني لك أنت كممثل، إذا كان فيها مسج مثلاً، إذا كان فيها رسالة إنسانية، كان فيها شيء بدك توجهه، شيء مفيد للمجتمع. عدا عن هيك حتى لو كانت شخصية شريرة، بس إذا كان فيها شيء هيك مميز أكيد بتعني لك. يعني مثلاً القعقاع مثلاً بالبواسل، يعني أنا بعرف هذه الشخصية شخصية شريرة جداً، بس العالم حبوها. العالم حبوها يعني، وفي غيره، في غيره كمان شخصيات بيتقوا دائما بصمه، هذول اللي بيعنوا لك. شو الدور اللي اشتغلت عليه، يعني اشتغلت هذا الدور ولكن بعدها ما شفت الدور لما طلع ما حبيتوش؟ ليك بيقطع الانسان بمطبات مثل ما بيقولوا، طلعت ونزلت. اوكي كان في، ممكن كان في ادوار يمكن اسأنا الاختيار بنسبة معينة، كله نسب، كله في نسب، ودائما هؤلاء الادوار بيقطعوا هيك بالذاكرة، خلص بتمحيهم الذاكرة وما بيبقوا، بس واحد بيتعلم دائما من اخطائه وحتى ما يكررها. يعني انت عملت كثير يعني دوبلاج بالمسلسلات او افلام، وكان عندك دوبلاج لصوت نبي يعقوب، كيفاش حتى اختاريت الدور؟ هل يعني كنت متردد ولا اختاريته بسهوله المعرض عليك؟ ليك هو نحن بلبنان قطعنا بفتره ما كان في، يعني كان في حرب وما كان في دراما. نحن ناس وبشر وعندنا مسؤوليات، اضطريت انا التجي للدبلجه حتى اقدر اعيش واستمر، يعني عرفت كيف؟ بس وقت اللي رجعت الدراما على السكه بلشنا نشتغل وقفت الدبلجة. هي بهالفترة اجاني هيدا العرض، قلت له اعتذرت، بس قالوا لي تعا شوي خلينا نجتمع ونفرجيك المضمون وكذا. صراحة أنا بس عرضوا علي خاصة شخصية نبي يعقوب عشقتها، كانت مكتوبة بطريقة رائعة، يعني كأنك ما معقول، يعني إشي سما، بتحس إشي سماوية هيك منزلة وعم تلقيها عم بتقولها بطريقة، وهو ممثل رائع كمان. ما قدرت أرفض الطلب وهذا اللي صار. الدوبلاج الأول اللي عملته، أول دوبلاج عملته ما زال راسخ في ذهنك وكعقل عليه؟ هو يمكن ناسي، هو عمل مكسيكي يمكن، ما بعرف في شيء أنطونيو أو لا، ما بعرف شو في شيء حبوه كتير العالم. لكن أنا راح عن بالي أول مرة بنسأل هذا السؤال، بس شغلة قديمة شو هي؟ لكن رايحة صدق، أنا رايحة، بس كان عمل مكسيكي، وكانت أخذ شخصية شخص غجري مع مجموعة غجرية، وقتها ما كان في التركي المدبلج، كان نحن بلشنا فيهم هو المكسيكي، يعني بلشنا بالدبلجة وبعدين صار في التركي. أنا التركي ما قربت عليه، يعني كنت وقفت بجد دبلجة. وسألتك إنه أستاذ بيير وين يشوف روحه أكثر، في السينما التاريخية ولا في السينما يعني بصفة عامة، ولا يشوف روحه أيضا في الشاشة الصغيرة؟ كل شيء عنده ميزته وعنده عالمه. مثلا مسرح عنده العالم الخاص اللي هو عالم رائع، بس أنا كبيير بهالوقت ما عدت قادر التزم بالمسرح، لأن المسرح بيطلب منك تضحية بالوقت والتزام بمكان واحد، وأنا على طول بسفر. السينما حلوة، السينما رائعة، أنا بحب السينما. أوكي لأن بوقت صغير بتوصل
بتوصل اللي بدك اياه يعني كيف. التلفزيون منتشر لكل الببليك يعني كل واحد عنده ميزاته. انت شو تختار؟ واش تختار انت؟ تختار انه تكون في انه عملت اعمال كثيره تاريخيه يعني انا هلا بين التاريخ والمودرن يعني اذا بدك ثانيتهم حلوين ثانيتهم حلوين. وين تشوف حالك؟ صدقني يعني التاريخ في 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 متعه في متعه. انا بحب الفصحى كثير وفي شخصيه تاريخيه مهمه جدا حلو واحد يجسدها يعني كيف. وبالمودرن كمان حلو عم يعني عم بدق بالتفاصيل اليوميه لكل انسان يعني اثنيناتهم رائعين ما في اختار بيناتهم. وانت بالاعمال هذه كيفاش تختار السيناريو يعني ما يقدم لك سيناريو كيفاش تختار الاعمال تاعك؟ في اعمال يمكن تكون رفضتها ومن بعد قلت لا يا ريت كنت ديت هذاك الدور كان حلو. انا اول شيء لازم احب الورق يعني لازم احب الكاركتر اللي عم اقراه هذه اول خطوه. إذا حبيتها بصير في تفاوض على تفاصيل كثيرة بس إذا ما حبيتها برفض دغري يعني برفض قبل ما أفوت بالتفاصيل يعني أهم شيء أقرأ الورق ويعني لي هيك يدق فيه. نحن بنحب بس نحب الشخصية نحس إنه قادرين نعطي من ذاتنا ونطورها. إذا كانت شخصية مبنية بناء سليم يعني انت كممثل وعندك القدره قادر انك تخليها تلمع. انت بتشوف انه الدراما اللبنانيه اللي صارت في بزاف اعمال مشتركه بين لبنان وسوريا لبنان ومصر هل تشوف انه هذا ينقص من قيمه العمل الدرامي اللبناني اللي ما نشوفه بزاف؟ لا ليك هذه بتساعد على الانتشار يعني عرفت كيف. هي عمليه جيده الأعمال المشتركة جيدة بس أكيد اللهم أن تكون مبنية على أسس سليمة يعني مش إنه بي لبناني أم مصري بيجي ولد بيحكي سوري يعني في أشياء كان هنا هيك فاتوا فيها بالبداية هلا ما بتركب بس لا هي جيدة للانتشار للتوزيع يعني إيه طبعا إلا إذا في يعني حسب الناس يمكن ضرورة يكون في اختلاط وإذا شيء بفيد العمل ليلى. هل سبق ونعرض عليك عمل دور هنا بالجزائر؟ لا لغاية الآن لا بعد متأمل بالجزائر؟ مع العلم إلا إذا ذكرتي عم تخونني ما بعرف. أستاذ بيير شو بتشوف إنه بين الأعمال السورية واللبنانية وين تشوف أكثر الأعمال فيها يعني بارزة أكثر؟ ليك نحن الحرب أثرت علينا بلبنان بفترة معينة انتقلت الدراما لسوريا. أوكي هذا الانتقال عمل لهم صناعة كثير مهمة وعمل لهم انتشار لأن وصلت لدرجة الصناعة السورية صارت صناعة جيدة يعني وعملت انتشار بالعالم العربي. أنا هون طلعت على سوريا بيجينا عروض بهالفترة طلعت يعني وقفت شغلي بلبنان وطلعت على اشتغلت بسوريا لفترة زمنية معينة. اجت الحرب السورية وقفت الدراما السورية بسوريا لأن المنتجين يعني انتاجوا رأس مال انتقلوا اجوا على لبنان صار فيه هالأعمال المشتركة. أنا بشوف حالي بالعمل الجيد كان سوري ولا كان لبناني ولا شو ما كان أنا ما عندي مشكلة بالحق يعني حتى يعني كنت روح على إيران وصور أعمال جيدة جدا وأنا بإيران بيعرفوني منيح يعني وعندي اسم الحمد لله يعني عرفت كيف بالحق وين بشوف أنا حالي وين بشوف الدور اللي بيقنعني بالحق. لو سألتك إنه أنت من قبل صرحت إنه مهنة التمثيل مخاطرة هل تشوف إنه نفسك ما زلت أنت تخاطر في هذا المجال؟ هي مخاطرة لأن ما في يعني خاصة ببلاد مثل بلادنا تعرف الحروب ونحن بمنطقة للأسف يعني محاطة بذئاب كاسرة يعني ما عندك استابيليتي بالحياة مشان هيك بقول مخاطرة لأن يمكن تعمل بعدين الأجور ما كانت هالأجور جيدة يعني قد بدك تعمل عمل عملين ثلاثة بالسنة
أن جاء يدوك، أن جاء يغطوك، يعني خاصة إذا عندك عائلة وعندك متطلبات. مشان هيك نقول عنا إلا إذا وصلت يعني وصلت لمرحلة معينة من النجومية تقدر تحصل أجر مرتب، يعني مرتب يقدر يغطيك يعني وتكون مرتاح بالحياة، عرفت كيف؟ بس هذه مش كل الممثلين بيقدروا يوصلوا لهذه الرتبة. مشان هيك بقول وبعدني لهلا كمان بكررها إنه منا هينة، يعني إنه فيها مخاطرة، إلا إذا بدك مثل ما قلت لك تتلمع، يعني حتى تلمع حتى تكون مرتاح. يعني أنت هلا عم تخاطر؟ لا أنا بالنسبة لي لا، الحمد لله أنا زمطت من هال، الحمد لله يعني قطعنا هذه مرحلة قطعتها وقدرت يعني ادعم حالي وأسس اللي بدي أسسه وريح عائلتي كمان، وهلا صرت أكثر لإرضاء الغرور والحب لهالمهنة، عرفت كيف؟ وسألتك إنه لو تعرض عليك هون في الجزائر إنه تقوم بدور أو لعمل يعني تكون في حاضر فيه، كيف رح تقبل إنه اللهجة الجزائرية نشوفها شوية صعبة على المشرق العربي؟ إيه صعبة ليك صعبة. أنا بحب أكيد، بيشرفني إني أصور عندكم هون وأشتغل بالدراما الجزائرية، بس بتصور صعب علي إني أدي اللهجة إلا إذا ضمن كلمات أو جمل صغيرة، ساعتها الواحد بيعمل مجهود إنه يعني نحن أنا يعني مثلت بلغات عديدة، يعني مثلت البدوي صعب، مثلت بالإنجليزي بالفرنسي، مثلت بالعبري، يعني مثلت عدة لغات، ساعتها بدي أعمل مجهود إني حتى بس بده يكونوا جمل قصيرة صغيرة يقدر الواحد إنه يؤديهم بإتقان. تفهم شوية جزائرية ولا لا؟ هلا اجمالا عموما ايه، الا بعض الكلمات ممكن، بس واحد على السمع مثلا كلمات مثلا ما بعرف. طلع عم تسالني عم بفهمهم، يعني كل شيء عم تحكيني عم بفهمه. كلمه بزاف تفهمها؟ بزاف لا ايه ما بعرف بزاف يا كثير. لا هيدي ما بعرفها، بس انه ايه واحد بيتعود عليهم اذا بس يسمعهم كثير بصير يعرف. هلا في سؤال نقدر نقول هو سؤال أخير تقريبا، لو نشوفه إنه مشوارك الفني، كيفاش تشوف مشوارك الفني أنت؟ يعني المشوار ما شاء الله عليك، كيفاش تشوف مشوارك الفني من بداية لحد الآن؟ كيف شوف مشواري الفني؟ ما كان هين، بس كان في متعة، كان في متعة، وهذه المتعة بتوازي يمكن كل أموال الأرض، يعني أو بتنسيك تعبك، بتنسيك كل شيء، يعني حبنا لهالمهنة بنسيك كل الصعاب وكل المشقات اللي ممكن يعانيها الممثل. منا هيني لأن أنت موجود بالعالم العربي، يعني منك موجود بعالم متحضر، الفنان بيكون فيه مرتاح، عارف كيف؟ بس دائما وين ما كان بأي مكان في سلبيات وفي إيجابيات، ومشكور ربنا بالنهاية، مشكور ربنا على النعم اللي أعطينا إياها، ونتمنى الأمان والسلام للجميع. سؤال أخير، مشاريعك رح تكون إن شاء الله في المستقبل، تقدر تعطينا حصري للقناة إنه المشاريع رح تكون والأعمال اللي رح تكون حاضر فيها؟ نحن ما بنعرف إمتى وكيف وين تجيك الرزق. صح، بتكون قاعد هيك قاعد بشوق إنك تعمل شيء وما عم بيجيك شيء، بلحظة معينة بيجيك اتصال، ترفع السماعة بيقول لك يا نحن بحاجتي لإلك بعمل فلان وكذا، وهي هيك بتصير صدقا. يعني هلا في كذا عمل حكينا فيه مثلا، ما بحب سمي قبل ما اتفق، بس في اعمال تاريخيه عم تتحضر وبصير انت اول واحد رح تعرف. في تاريخ وفي مودرن، في مودرن بسوريا، يعني هلا عندي عمل بسوريا مبدئيا وعم يتحضر قريبا،
في عندي عمل يفترض تاريخي كمان عم بيتحضر. بس يصيروا واحد يوقع العقد ساعتها بخبرك كل التفاصيل. ايه ما في مشكلة. تابعوا اخباري على وان تي في ببرنامج كلوزر. بيير داغر. هوليوود والبوكس اوفيس نروح نشوفوا اهم لي فيلم ولا لي سيري اللي خرجوا، مي اون بليس دو سان زيدو نشوفوا تاني لي ستار واش راهو صاري عندهم. اوني با 5 4 3. تربع الجزء الرابع لسلسلة Bad Boys Ride or Die على عرش البوكس أوفيس الأمريكي والعالمي بإيرادات ممتازة بأول ويكند ليه، حيث بلغت 120 مليون دولار. هذا الفيلم رجع ويل سميث لجمهور الصالات بعد سنتين من صفعته الشهيرة في حفلة الأوسكار بعد نكتة سخيفة من زميله كريس روك، صفعة بقات خالدة في أرشيف الأوسكار. بعد ما كان بالمركز الأول تراجع الفيلم غارفيلد The Movie للمركز الثاني بإيرادات فاقت 180 مليون دولار. المركز الثالث لفيلم F بإيرادات كبيرة 162 مليون دولار. دخول جديد بالمركز الرابع لفيلم الرعب The Watchers بإيرادات 13 مليون دولار في يوم واحد. الفيلم بيحكي عن ضياع سائحة أمريكية في غابة إيرلندية وين تلاقت بثلاث غرباء اللي بيتعرضوا لمطاردة من مخلوق مرعب كل ليلة. ويكمل فيلم مملكة كوكب القردة التوب 5 للأفلام الأكثر ربحاً في هذا الأسبوع بإيرادات تقدر ب 150 مليون في صالات العالم. بعد 6 أشهر من 2024 خمس أفلام فرضت نفسها في البوكس أوفيس، هي ديون الجزء الثاني بأرباح فاقت 700 مليون دولار، غودزيلا بي إس كونغ ذا نيو إمباير بإيرادات عالمية تقدر ب 567 مليون دولار، كونغ فو باندا بالجزء الرابع كمل بنجاح الأجزاء الثلاثة الأولى ب 543 مليون دولار. مملكة كوكب القردة مواصل في حصد الملايين وهو الوحيد اللي ما زال في ترتيب البوكس أوفيس للأسبوع السادس على التوالي، وبإيرادات وصلت ل 361 مليون دولار. وبالمركز الخامس من هذه القائمة فيلم Ghostbusters Frozen Empire ب 201 مليون دولار. عالم سينما، الفن، لي نيوز وحتى لي ترند مجموعة في تقرير واحد في هذه المتفرقات. دخلت المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري للمستشفى بسبب جرثومة المعدة والجفاف، وهذا سبب غيابها عن برنامج صديقتها جيل كينغ سي بي سي مورنينغ. قالت جيل كينغ في برنامجها لقد كان الأمر خطيرا للغاية، وقال متحدث باسم وينفري إنها في حالة جيدة وفي تحسن، وأضاف إنها تتعافى من إصابتها بفيروس في المعدة وتلقت حقنة وريدية بسبب الجفاف بناء على توصيف طبيبها، وأشار إلى أنها تستريح وتشعر بالتحسن كل يوم. نبقوا دائما مع صحة المشاهير ومع الفيديو اللي قام بمشاركته كيفن جوناس عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، واللي كشف فيه المغني وكاتب الأغاني وعضو فرقة جوناس براذرز شقيق نيك وجو جوناس معاناته مع مرض السرطان، حيث أعلن لمتابعيه عبر إنستغرام إصابته بسرطان الجلد. وكشف كيفن في الفيديو عن خضوعه لعملية جراحية لإزالة الورم وقال نعم هذا سرطان جلدي صغير بدأ في النمو والآن لابد لي من إجراء عملية جراحية لإزالته. وبعدها نبه كيفن جوناس متابعيه بفحص الخانات لأنها قد تكون للوقاية قبل العلاج. عرض الزوجان جينيفر لوبيز وبن أفليك المنزل ديالهم بعد عام من شراؤه للبيع، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا خطوة في طريق الانفصال والطلاق اللي تثبت المواقف يوما بعد يوم. شائعات الطلاق اللي عم تلاحق الزوجان جينيفر لوبيز وبن أفليك قد تكون السبب وراء بيع المنزل اللي شراوه ب 61 مليون دولار. بيقول مصدر مقرب من لوبيز لم يحب بن المنزل أبدا، إنه بعيد جدا عن أبنائه. أما بالنسبة للمغنية والممثلة فيقول المصدر المنزل كبير جدا بالنسبة ليها. القصر جاي في بيفرلي هيلز ومتكون من 17 غرفة نوم وجراج فيه 15 سيارة وصالة ألعاب، حلبة ملاكمة ومسبح ضخم، وتم توكيل سمسار عقارات مشهور سانتياغو أرانا حتى يبيعوا مقابل 65 مليون دولار. مصادر بتقول بأنه أفليك استأجر بيت ب 100 ألف دولار شهرياً باش يبقى قريب من أولاده، بينما جيلو تبحث هي الأخرى عن بيت جديد. فيسبوك، انستغرام، تويتر، تيك توك وحتى تويت لو داير حالة دوكا.
نروح نشوفوا كيف كيف واش راهو صاري في ريزو سوسيو ورانا راجعين. قريب تحولت رحلة لديزني لاند باغي إلى كارثة لو كان ماشي ربي يلطف. هذا واش صرا مع الممثل الكوميدي محمد خساني اللي نشر مجموعة من الستوري على الانستغرام عن رحلته لفرنسا مع بنته، وفي فيديو صرح أنه ضاعت له في هذاك البارك الخيالي الكبير والحمد لله اللي لقاها. فيديو لحاجة جزائرية سألها مؤثر ومذيع سعودي عن إحساسها لما خبرها بأنه رايحة تحج دار بوز كبير في مواقع التواصل الاجتماعي من تيك توك حتى الفيسبوك. الحجة إجابتها جعلت المذيع يكبر من الفرحة. أثار جواب كاظم الساهر عن حادثة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي. كاظم لمح وبطريقته الدبلوماسية أنه تواضع من الفنان جميل، وأنه ممنوع أي واحد يمس معجب دار المستحيل باش يوصل ويتصور مع الفنان المفضل دياله. لاتي إن شاء الله كنا خفف عليكم، مالي غنقول لكم تهلاو في روحتكم، وكما العادة نتلاقاو في عدد جديد بأخبار جديدة. سلام.